And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, representing India, it's Shiva Thapa. Ladies and gentlemen, we have arrived at bout 235 here in your men's finals of your ASBC Asian Elite Men's Boxing Championships 2022. Bout 235 is sanctioned for 3 3-minute rounds in your men's light welterweight 63.5 kg division. This bout is sanctioned between Uzbekistan and India for the undisputed men's light welterweight championship title. Your five judges being represented here tonight ringside are from the Chinese Taipei, Bulgaria, Slovakia, Korea, and finally Italy. And with the action begins, your man in the center of the ring by the bell, representing the IBA by way of Ireland, with referee Ben McGarrigle. And now, reintroducing first, fighting on the red corner, Mukhtaram Khanimlar va Janoblar, va privetsvuyem iz Uzbekistana, Ruslan Abdullayev. And introducing his opponent, fighting out of the blue corner, Devior Sajano Hamare Pyare Hindustan se, please welcome Shiva Thapa. Ladies and gentlemen, our fighters are ready. Referee Ben McGarrigle will now be giving his final instructions to the boxers. Hey, listen to me. Your heads up. No low blows. No holding. Shake hands. This is round number one. سيداتي أنساتي سادتي نعود إليكم مجددا في وزن 63 كيلوغرام والذي يجمع من أوزبكستان في الركن الأحمر رسلان عبدولايف ومن الهند في الركن الأزرق شيفا تامبا. إذن اللقاء في وزن 63 كيلوغرام ومستوى فني كبير لكلا الملاكمين. إذن شيفا تامبا من مواليد 8 ديسمبر 1993 مثل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2012 وحقق ميدالية برونزية في بطولة العالم 2015 وذهبية بطولة آسيا في عام 2013 وفضية آسيا 2022 وفضية آسيا 2017 برونزية آسيا 2019 وبرونزية آسيا 2015. إذن ملاكم على مستوى عالي جدا من القدرة والكفاءة، ولكن حقق لبلاده العديد من الإنجازات. إذن مستوى الملاكم الهندي مستوى عالمي ومستوى آسيوي، أيضا يواجه الملاكم البطل أيضا رسلان عبدولايف من أوزبكستان في الركن الأحمر الذي وصل إلى نهائي بطولة آسيا 2022 الآن، وهو صاحب إنجازات أيضا كبيرة على المستوى الآسيوي وعلى المستوى العالمي. إذن أبطال أوزبكستان دائما أصحاب إنجازات ودائما أصحاب مستويات فنية عالية. إذن هذا لقاء قمة على مستوى حتى على مستوى العالم وليس فقط على مستوى القارة الآسيوية، لقاء قمة بين أوزبكستان والهند. الهند في النهائيات لم تستطع أن توصل الكثير من ملاكميها إلى المباريات النهائية في الرجال، في حين أنها ظفرت بأربع ميداليات ذهبية في النساء. إذن شيفا تامبا
يمثل الهند الآن في نهائي بطولة آسيا، في حين أن أوزبكستان تصارع لحصد العديد من الميداليات الذهبية لوضع قدمها على قمة الدول الآسيوية التي تتربع على عرش الملاكمة الآسيوية. إذن مباراة قوية وجميلة، بداية يعني هادئة بين كلا الملاكمين من أوزبكستان ومن الهند. رسلان عبد الله انتهت الجولة الأولى، اللقاء بالكامل ذهب في الجولة الأولى إلى أوزبكستان. رسلان عبد الله، إذا أصبحت المهمة صعبة الآن على شيفا تمبا، ولكن كما ذكرنا سابقا ليس ضروري أن تخسر الجولة الأولى أن تخسر المباراة. أمامك جولتين ويمكنك العودة من جديد والاستمرار في التوجيه اللكمات وإقناع القضاء بحقيقتك بالفوز. إذن جولة بالكامل ذهبت إلى رسلان عبدالعيف من أوزبكستان، وبانتظار الجولة الثانية ومن سيتقدم على من. لاحظنا سابقا الكثير من الأبطال خسروا جولتهم الأولى ثم عادوا وفازوا في المباراة. Ladies and gentlemen, this is round two. الآن الجولة الثانية انطلقت وبدأت، وبدأ الهجوم الآن من شيفا تيمبا يحاول أن يعوض الخسارة في الجولة الأولى. إذن سقوط. الحكم يعد على الهندي شيفا تيمبا لإراحته وليس من ضربة، لأنه يبدو أن ركبته قد تضررت من السقوط. إذا هنا سيعرضه على الطبيب الآن. هذا هو واجب الحكم، يجب أن يعطيك استراحة مهلة. العد على اللاعب لا يعني خسارة نقاط أو أي شيء. وهنا الطبيب يعاين ركبة الملاكم الهندي شيفا تيمبا. شيفا تابا، نعم. إذن أنهى اللقاء، الإصابة يبدو كبيرة. إذن أنهى اللقاء وبهذا يفوز الملاكم الأوزبكي رسلان عبد الله الذي فاز بالجولة الأولى 5-0. والإصابة إصابة الملاكم الهندي شيفا تابا تنهي اللقاء مبكرا. إذن ألف مبروك لأوزبكستان لرسلان عبدالعيف الذي أيضا فاز في نقاط الجولة الأولى وليس فقط بإصابة الخصم شيفا تابا. إذن هارد لك شيفا تابا وسلامات وألف سلامة. إذن الإصابة في الركبة لشيفا تابا تحرمه من إكمال هذه المباراة وتحرمه من حظوظه في الفوز، والحكم يعني يعطيه الاستراحة على يجلسه على الكرسي. والآن يتم الإعلان عن عبد لييف. من المذيع الداخلي، إذن سلامات لشيفا تابا هذا الملاكم البطل الفذ الذي حقق العديد من الإنجازات على الصعيد الآسيوي وعلى الصعيد العالمي، ولكن للأسف تعرض لإصابة في ركبته. إذا الآن سيتم الاعتناء بإصابة الملاكم رسلان شيفا تابا. Ladies and gentlemen, about 2:35 here comes to a premature close with referee Ben McGarrigle calling a stop to the action in round number two, declaring your winner by RSC injury to the red corner is Uzbekistan Ruslan Abdullah. إذن سيداتي أعلن